نكمل مع بعض في الالكتريك اف اكس، وهنعمل السكاي نيو كومبوزيشن، ودي هسميها سكاي. الهدف ان احنا نستخدم الفوتج دي اللي هي بلين سموك، تمام، اللي هي دي. يمكن تبان عندكم مش مظبوطه شويه لان الكالرز قريبه من بعضها قوي، عشان نعمل زي برق بين السحاب وبعضه. فانا هاخد ده واحطه في الكومب، ده 4 ثواني، فانا هعمل ان ورايت كليك تريم كومب، وانا عايز اعمل الاول اللايت سورس. اللايت سورس بتاعي هيبقى برضو لايتنينج، فهروح للاير نيو سوليد، ودي هسميها لايت سورس ميكوم سايز لان دي من المره اللي فاتت، وهعمل اوكي. وبعد كده هحط لايتنينج ادفانسد لايتنينج، وكالعاده هقوم جاي رايح على الجلو جلو 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 زيرو اوباسيتي وخلاص بزيرو، تمام. والمره دي هنشتغل على الاومني. لو تفتكروا المره اللي فاتت انا قلت ان الاومني حاجه يعني هو ملوش، يا دوبك دي هتحدد نقطه النهايه بس، لكن هو ملوش دايركشن. دايركشن بيبقى هيبقى عباره عن او مكان ما الاخت دي موجوده يعني، فهنخليه حاجه بالمنظر ده كده. بعد كده عشان نبدا نظبط اللايت سورس بتاعنا، عايزين الاول نعمل زي ما عملنا تقريبا في الجزء اللي احنا عملناه له لينير وايب من المره اللي فاتت. طبعا كالعاده احنا ممكن نروح هنا ونظبط كل الكلام ده، خلاص ماشي. ف ده اسف قوي، ونروح للكور سيتنج، و يعني نعليها شويه والاوباسيتي مش قوي. نيجي لدي ونغير دي لحاجه زي الاورنج، تمام. بس قبل اي حاجه هنروح لدي كنترول شيفت سي، ودي هنسميها لايت سورس كومب، واقول له موف اول اتريبيوتس. بعد كده ده مش هينفع يبقى بالمنظر ده، البرق اللي ورا السحاب بيبقى بلارد وما انت شايف الاسترايك ده. فعشان ده يحصل هنحط بوكس بلر، تمام، وهنعمل دي تبقى سوفت، تمام، بالشكل ده كده. وعشان نبقى شايفينها هنحط اكسبوجر كالعاده زي المره اللي فاتت بالظبط، وهندي اكسبوجر بالشكل ده كده. ممكن نزود البلر، نقلل شويه في الايتريشنز، وهقول له برده ريبيت ايدج بيكسلز، تمام. نزود البلر شويه، نزود ده شويه، مش عايز دي، تمام، دي كده شويه. حلو، لو احنا جينا عملنا زيرو، طبعا انا مش عامل انيميت للكوندكتيفيتي. لو نفتكر هروح هنا، وهي الكوندكتيفيتي دي اللي هتحركه بالمنظر ده كده. فانا هعمل دي زيرو، وهحط كي فريم، وهوديها للاخر، وهحطها مثلا تكون حاجه زي كده يعني، نشوف، تمام، هيبقى بالمنظر ده. ممكن نزود الفوركينج، الديكي نقلله شويه، ونرجع لسكاي. هنلاقيها بالمنظر ده كده، تمام. ناخد الاكسبوجر ده سن او خليه، ونزود البلر، مش عايزه سوفت قوي قوي يعني، تمام. تاني حاجه انا عايز ارجع تاني ديتيلز، يعني عايز اخد او اخلي ده يبقى فوق الافكتس دي. عشان كده هحط افكت اسمه سي سي كومبوزر. على فكره افكت حلو قوي يعني، بيرجع السورس لاير اون توب او فوق الافكتس اللي انت بتحطها. فانا هنا هقول له اد، تمام، و ما اشتغل، مش هيشتغل. طيب مش عارف، ممكن يكون ده ابديت في 2018 انه بدا يشتغل، بس اللي انا اعرفه ان ده احنا عملنا كده هو مش هيشتغل مع الالفا. فمن ضمن العلاجات يعني ان احنا نحط سوليد
كومبوزيت زي ما قلنا تمام، واخلي ده بلاك واطلع ده فوق اشتغل. ادي نقطة مش موجودة في الاوريجينال تيوتوريال لان هو شغال تقريبا، افتكر هم عملوا ابديت في ده او في البوكس بلر مش عارف، بس هو اشتغل من غير السوليد كومبوزيت واشتغلت معاه زي الفل. ومش عارف لو احنا حطينا ده فوق كده خالص هيظبط ولا لا، بس افتكر لا، هو هيبقى قبل الافكت بتاع السي زي كومبوزيت. تمام، طيب كده رجعنا جزء من الديتيلز تاني. هاخد البوكس بلر كنترول دي وهاخده ورا السي سي كومبوزيت تمام، واقلل شويه. عايزين زي ما يعني احنا بناخد تدريج برضو فول اوف من جوه لبره تمام، حاجه كده. ونفس الموضوع هنحط اكسبوجر ونفتح اكسبوجر ده شويه تمام كده. وتاني سي سي كومبوزيت وهقول له ده يبقى اد اشتغل، لان هو خلاص بقى عندنا الالفا راحت تمام. فبعد كده هنقول له بوكس بلر تاني وسنه برضو ريبيت ايدج بيكسلز تمام. ولو جينا نعمل كده هنلاقي الستريك بتاعنا بالشكل ده. افتكر ان احنا هنعمل بلر، او خلينا نزود الاتريشن افضل كده تمام جميل. بعد كده هنعمل اكسبوجر تاني ونظبط دي شوية. عايز ترجع جزء من الديتيلز مفيش أي مشكلة، حط سي سي كومبوزيت وخليه برضو اديتيف تمام، وحط بوكس بلر وهو بس بلر خفيف برضو ريبيت اتش بيكسلز عشان زي ما انت شايف كده ماشي. فهيبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ده كده اللايت سورس، ده كده اللايت سورس بتاعنا. طيب احنا خلصنا كده من اللايت سورس. ممكن نعمل على فكره حاجه ظريفه قوي في اللايت سورس ده، انا ممكن اعمل كنترول دي هنا واعمل دي اد تمام، واخد دي كده واحطها كده هلاقي بالمنظر ده، او ان انا اريح دماغي واعمل روتيت 180 درجه هلاقي بالمنظر ده، واخد واحد من دول واخليه بلو تمام كده. تمام، لو رجعنا للسكاي هنلاقي بقى عندنا دبل سورس جميل. ولو رحنا هنا ورحنا هنا على الت كليك على الكور ريديوس وعملنا ويجل قلنا له مثلا 5 في 8 ده هيعمل بلينك. يعني ايه هيعمل بلينك؟ هيخلي البرق ايده يطفي. نفس القصه هنا، الت كليك على الكور ريديوس وكنترول في، ويمكن ده نعمله مثلا بتاع 6. لو جينا نعمل زيرو هنلاقي البلينكينج اللي احنا شايفينه ده تمام. كده خلصنا من اللايت سورس بتاعنا. نشوف بقى احنا هنعمل ايه في عملنا كده. طبعا المفروض ده تبقى اديتيف، بس هنخليها بعدين. في بس حاجة هنا في اخر اكسبوجر ده عايز بس اهدي شوية.
نيجي اسف مش دي، نشيل دي خالص، دي مش بتاعتنا. نيجي هنا وهاخد الصوره بتاعت السحب اللي هي السموك سبرايت دي كده، تمام. دي بقى هعمل منها مات، فهاخد دي وهعمل كنترول دي وهيبقى البلند مود بتاعها اللايتر راح فين؟ لايتن، تمام ماشي. ممكن اضغط W والف دي شوية كده، اوبس، كنترول زد، W في اخدها مثلا كده، كنترول دي وناخد دي كده مثلا، W ونلفها شوية، اس ونسكلها حبة، كنترول دي تاني، في وناخد مثلا حاجة كده شوية، اس نسكلها شويتين، ممكن تي ونقل الاوباستي بتاعها يعني شوية دبث كده، كنترول دي تاني، تي نرفع الاوباستي وناخد دي شوية كده، اس ونكبرها حبة، دبليو نعمل لها روتيت وهكذا، تمام. كنترول دي هنا، اس سكيل ار اسف دبليو نعمل روتيت، كنترول دي وهكذا. المهم ان احنا نعمل او نملى الحتت دي، تمام. كنت ممكن على فكره اعملها بتراب كود بارتيكولر، بس مش حابب ان انا يعني احط معلومات كتير في التوتوريال ده واخرج عن المسار بتاعه، تمام. نعمل دي كده مثلا، اس نعمل سكيلينج، يعني حاول تخلق نوع من انواع العمق في الشوت، وعلى فكرة حاول تخلي مساحات سودة متسابة علشان هنحتاجها. مش معنى كلام انك تزود قوي، عشان عارف ان احنا بنحب نتوصى بالحاجة، تمام. يعني حاجة كده مثلا، كنترول دي ناخد دي هنا، نقفل دي، كنترول دي ناخد نقفل دي شوية، تمام كده خلصنا من دول. هناخد كل دول اولا، دي برضه تبقى لايتن، هناخد كل دول كنترول شيفت سي، ودي هنسميها clouds، تمام. وفي بقى حاجة مهمة دلوقتي، دول احنا مش محتاجينهم، فهنعمل كده، هنيجي على اللايت سورس ده، تمام، ونقفل كل الافلام دي، وعايزين نماسك دول بالكلاودز. في افكت حلو قوي اسمه set mat. ست مات بيشتغل على حاجتين، اما انه بيشتغل على اللومينانس او على الفا. نفهم كده، هل احنا في السوليد دي او في الكومب دي عندنا الفا؟ ما عندناش الفا. ليه ما عنديش الفا؟ ان لو عملت، لو دخلت كده وجيت هنا، تمام اسف، لو جيت عملت الدي سولو وشلت الست مات، هل انت عندك الفا؟ ما عندكش. السوليد كومبوزيت قافل لك الايه؟ الالفا. اذا انا هنا هشتغل على اللومينانس مش على الفا، فهروح للست مات، وبدل ما هقول له يوز فورمات الفا، لا هقول له يوز لومينانس، تمام، واعمل كده حلو، وهقول له التيك مات ياخدها منين، ياخد مين يحطها كمات لدي،
اكيد هياخد الكلاودز، تمام؟ فهتبقى حاجه بالشكل ده. طبعا هنقلبها ما تقلقوش، عمرها ما هتبقى كده طبعا. فهاجل دي واقول له دي تبقى اد، تمام؟ و هنروح للكلاودز ونحط كيرفز وناخد بس كونتراست. طبعا الكونتراست كده ولا الهوا، ليه؟ لان المفروض بشتغل على الفا، مش بشتغل على الار جي بي، تمام؟ بنعمل كده هلاقيها بالمنظر ده. طب احنا عشان نخلص من الحاجات اللي عامله شبه العروق دي، انا اسف يعني، لو رحنا لدي تاني عندنا هنا انفرت مات، تمام؟ زي ما انتم شايفين انفرت مات، عشان كده قلت لكم نسيب حتت فاضيه. لو جينا نعمل كده هنلاقيها بالشكل ده. طبعا بقى في حاجه، لو احنا رحنا هنا ورحنا ل اسف لو احنا رحنا هنا اهو لاكسبوجر وقللنا، يعني ده شويه او شلنا ده خالص، هو ده اللي عامل الموال. طب خلينا نخلي ده فولو اهو زي ما قلنا بالظبط. الفكره كلها في البلر افكتس دي. تمام الاخراني ده بالظبط، ده لو انت مش عايز شكل الستريك نفسه يبان، تمام؟ بقى بالمنظر ده كده. عايزين حبه كونتراست، كنترول الت واي حبه بربع، تمام؟ وهنحط كيرفز وناخد كده وناخد دي كده، تمام؟ و جلو طبعا هناخد الراديوس بتاع الجلو قوي، ودي هنخليها مثلا بوينت 2 ولا حاجة. بوينت 1، تمام؟ حاجة بالمنظر ده كده. طب لو عايزين السحب دي تتحرك عادي، خش جوه دي وتعالى كده اهو، امسك كل دول ونضغط R عشان نجيب الروتيشن، نكي فريم كل دول ونطلع قدام وحرك. ماشي، بس افتكر يعني الت وكليك على اي واحده فيهم. هنعمل كنترول دي هنا بوزيشن، ناخد دي كده هنا اس سكيل، تمام؟ نرجع هنا كده تاني، ظبطت زي ما قلت. المساحات الفاضيه فعلا هي الكي بتاع البتاع دي، تمام كده قوي. وافتكر كده هنبقى خلصنا من السكاي. طبعا ممكن الجميل بقى في البتاع دي انك انت تيجي هنا برضو اعمل كنترول دي، تمام؟ وخد روتيشن ولف دي مثلا كده، مش عارف ممكن تغير الستريك سترايك وناخد دي كده مثلا،
يعني كنوع من الراندومايزيشن أمني آسف عفوا كده مثلا ناخد ده نخليه اورنج شوية تمام. لو جينا كلاودز مش كلاودز اسف سكاي زيرو عشان نشوف الدنيا هنلاقيها بالمنظر ده كده. تمام عايز اروح للكلاودز دي تاني وعايز امسك كلهم اس واجيب السكيل واكبرهم سنه بس وارجع للسكاي هنا لان مش عايز احس ان كل واحده فيهم بتلف لوحدها. تمام ده كده بالنسبه للسكاي. افتكر في البارت الاخير من التوتوريال ده هنتكلم على ازاي ينتراكت او نينتراكت كل الكلام ده مع Element 3D. فاشوفكم على خير.